لا أدري بالحقيقة كيف أبدأ، ولكن خير ما يبتدأ به بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يزيدنا علما وأن يلحقنا بالصالحين، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقبلين عنده وأن يختم لنا أعمالنا بالحسنى. آمين آمين. أيها الإخوة الأفاضل، حقيقة إن النفس لتبتهج عندما ترى هذا الجمع من الإخوة الأفاضل ممن ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون معهم من طلاب العلم، وأن يحقق فينا هذا الوصف الجليل وهو طلب العلم، أن نكون طلاب علما. فانظروا أيها الإخوة الأفاضل كيف كان هذا الوصف، وهو من الأوصاف التقييدية، كيف كان محققا لحقيقة الطالب. الطالب لفظ مطلق، اعذروني إن دخلنا في مثل هذه الأمور، لكن ربما يكون فيها بعض فائدة وربما ينبني عليها قواعد. الطالب مطلقا لا يتحقق إلا فيما يطلبه، يعني في الأمر الذي يطلبه. فطالب الشيء تتحقق هويته، ماهيته، حقيقته بما يطلبه. إذا طلب العلم فإن حقيقة هذا الطالب تنطبع بالشيء الذي يطلبه. وانظروا كيف سمى العلماء هذا الأمر، وهو المضاف والمضاف إليه، بوصف تقييديا، وجعلوه ملحقا بالأمور المفردة التي لا يجوز أن تكون مركبة متكثرة، ليدل ذلك على أن الطالب والعلم هما أمر واحد. الطالب والعلم هما أمر واحد، من حيث أن العلم يتحقق في الطالب فيجعل الشيء طالبا لما هو جزء من ذاته، لما هو جزء من ذاته. فتكون شخصيته وما يحقق جوهره وحقيقته، وما يحقق حقيقته يعني، هو العلم. فكأن الفصل يا مولانا للطالب، الفصل المحقق لحقيقته هو صار العلم. فكأن الفصل المحقق لحقيقة الطالب هو العلم. فإذا قيل لنا من هو الطالب، قيل هو الطالب العلم، هو طالب العلم. وانظروا أيها الإخوة الأفاضل بعد ذلك في من يطلب العلم. إن من يطلب العلم يجب أن تتحقق فيه أمور لكي يتأهل، لكي يكون متأهلا لهذا الطلب. فالطلب انبعاث، طلب الشيء هو انبعاث نحو هذا الشيء، ولا يمكن أن ينبعث الشخص أو الفرد نحو الشيء لكي يكون جزءا من ماهيته إلا إذا كان قابلا لأن يتصف بهذا العلم ويعمل بحق هذا العلم. فإذا لابد لطالب العلم من شروط لكي يتأهل وتتحقق فيه هذه الهوية، هذه الحقيقة، وهي كونه طالبا للعلم. فاعلموا أيها الإخوة الأفاضل أنه لا يستحق أن يطلب العلم إلا من تأهل له، وإلا من عمل به، وإلا من صار العلم جزءا من حقيقته بما هو أهله وبما هو حق له. أيها الإخوة الأفاضل، العلماء، علماؤنا الأكابر، من نحن عالة على موائدهم، تفننوا في ذكر شروط طلب العلم وآداب طالب العلم وشروط المعلم والواجبات التي يجب أن يلتزم بها المعلم أيضا، الغايات التي تقيد وتضبط طالب العلم، وتضبط أيضا الشيخ، وتضبط المعلم أيضا. كل هذا لكي تتحقق في طالب العلم ومن يطلب منه العلم ومن يعطي العلم والعمل بالعلم، لكي يرتقي الإنسان ويرتقي المسلمون بهذه المركبات، بهؤلاء الأفراد جميعا يرتقون إلى أعلى ما يصلحون له بهذه الشروط والقيود والضوابط. أيها الإخوة الأفاضل، الله سبحانه وتعالى عندما بدأ في إنزال القرآن، بدأ بتعليم نبيه صلى الله عليه وسلم
بسورة أو آيات من سورة. هذه الآيات عظيمة جدا. أول آيات علمها النبي صلى الله عليه وسلم وأوحيت إليه هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الآيات يجب أن تكون علامة، يجب أن تكون نبراسا لطالب العلم، فهي أول ما يبتدأ به بطلب العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ، يجب أن تقرأ نفسك، يجب أن تقرأ الكون، يجب أن تقرأ. ما هي القراءة؟ القراءة هي محاولة إدراك الشيء، محاولة درك الشيء وطلبه. يجب إذن على الإنسان أول ما يبتدئ الإنسان به أن يقرأ، أن يستقرأ، أن يطلب قراءة الأشياء، أن يطلب درك الأشياء، أن يطلب درك لا درك كل الأشياء، بل إدراك الأشياء التي تنفعه في آخرته وتنفعه في دنياه، تنفعه في دنياه بما هي نافعة له في آخرته. إذن هذا هو الذي يجب على طالب العلم أن يعلمه بصورة إجمالية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا المعهد الكريم، وأن يوفق القائمين عليه إلى وضع مناهج، إلى وضع مناهج تعين طلاب العلم على الارتقاء بحياتهم وعلى اكتناء يعني علوم ومعارف تنفعهم وترتقي بنفوسهم لكي يكونوا مستحقين لأن يعطف الله سبحانه وتعالى عليهم ويمن عليهم برضاه وينعم عليهم بحسن الخاتمة والمكانة اللائقة بهم في الجنة في اليوم الآخر. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت محبة نبينا صلى الله عليه وسلم في نفوسنا، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يعلي من شأننا بما يعلمنا من علم، وأن يعيننا وأن يوفقنا على العمل بهذا العلم، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يتقبلنا في من عنده من الصالحين والأنبياء. آمين آمين. اللهم آمين.